أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أي الاسمين أصح إطلاقا، الرافضة أم الشيعة؟ الرافضة أخص، الشيعة لفظ عام يعم كل الشيعة بفرقهم، لأن الشيعة فرق كثيرة، من فرقهم الرافضة، فهم فرقة من الشيعة. نعم. فكل رافضي فهو شيعي، وليس كل شيعي رافضيا، قد يكون غير شيعي غير رافضي، يكون فاطمي، يكون قرمطي، يكون إسماعيلي، يكون فرق الشيعة كثيرة. نعم.